اخيرا خلصت امتحاناتي، ما كنتش بنزل بسبب الامتحانات وكده، بس انا الحمد لله خلصت. ويلا نعمل مع بعض ابل باي. ممكن شكلها ما يكونش قد كده، بس بجد طعمها حلو جدا، يعني انصحكم تجربوها. هحتاج بقى 5 تفاحات وقرفة و70 جرام زبدة و250 جرام سكر بني. لو ما عندكوش استخدموا سكر ابيض عادي. دي بقى عجينة الباف بيستري الجاهزة، جبتها من السوبر ماركت بسعرها 41 جنيه. هي بتبقى مع الجلاش والسمبوسة والحاجات دي كلها. ممكن ان شاء الله في فيديو تاني نعمل العجينة نفسها. رشيت دقيق وفردتها، وفي البايركس دهنت سمنة، حطيتها في البايركس كده وعملتها بالشوكة، وبعدين قشرت التفاح وقطعته، والطاسة حطيت فيها الزبدة وحطيت عليها السكر البني، وبعدين حطيت التفاح وقعدت اقلب لحد ما السكر يتكرمل، وبعدين حطيت القرفة وقلبتهم بقى لحد ما السكر يتكرمل، وعمل لي زي صوص كده تقيل. وبعدين باقي العجينة قطعته وحطيت التفاح. الصوص بصراحة كان كتير شوية. وبعدين بدأت بقى احط العجينة اللي قطعتها كده، عملتها بشكل سهل وسريع، وفي نفس الوقت طلع شكلها حلو جدا. وبعدين دهنتها بالبيض ودخلتها الفرن لحد ما اخدت وش كده وبقت حلوة جدا. وبس كده، بجد طعمها حلو جدا، واتمنى تجربوها. مستنيه رايكم، وباي باي.